اللحظة الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن العملية بطريقة حذرة نوعا ما، يعني يقولون بأن هذه العملية يعني نجحت وتم اغتيال نصر الله، ولكن هناك من الإعلام الإسرائيلي يقول أنه لم يتم اغتياله بل هو أصيب على أقل تقدير، ولكن أجمع الإعلام أو جل الإعلام يقولون بأنه هناك إذا كان هناك نصر الله في هذا المقر الذي تم استهدافه يمكن أن يكون قد أغتيل، وحتى من المستحيل أن لا يكون قد أغتيل. هذا ما يقوله الإعلام الإسرائيلي بالنسبة لهذه العملية. أيضا كان هناك حالة نشوة في الإعلام الإسرائيلي بالنسبة لهذه العملية نظرا لأنها عملية كبيرة من أكبر العمليات منذ 7 أكتوبر، أيضا هذه العملية من أكبر العمليات في الضاحية الجنوبية أو حتى في لبنان منذ حرب تموز 2006، لذلك كان هناك حالة نشوة في الإعلام الإسرائيلي. تحدث أيضا عن أن نتنياهو صادق على هذه العملية وتلقى بلاغ هذه العملية، وبالتالي نتنياهو سوف يقلع من نيويورك وحتى تل أبيب خلال ساعات مساء هذا اليوم، وهو مبكر لهذه الرحلة، حيث من المفترض كان أن يجيء إلى تل أبيب أو يقلع إلى تل أبيب في مساء الغد، ولكن اليوم قالوا بأنه ما بعد هذه الضربة في ظل حالة التأهب في الأجواء الإسرائيلية، أيضا بما يتعلق بالمشاورات الأمنية التي عقدها هاليفي وجالانت وأيضا قائد السلاح الجو في غرفة محصنة في مجمع وزارة الجيش في تل أبيب، يعني كان هناك مشاورات معمقة خلال لحظات ما بعد هذه الضربة، وتلقى أساسا جالانت وأيضا هاليفي أنباء هذه الضربة وما حصل في هذه الضربة من مجمع وزارة الجيش، وبعد هذا الأمر فورا كان هناك مشاورات أمنية. لذلك نتنياهو أيضا اجتمع في هذه أو شارك عفوا في هذه المشاورات الأمنية، وما بعد هذا الأمر كان هناك إعلان من مكتب نتنياهو بأنه سوف يقلع من نيويورك إلى تل أبيب خلال ساعات مساء هذا اليوم. يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن أن هناك أيضا نية لنتنياهو أن يعقد مشاورات أمنية فور عودته إلى إسرائيل، لذلك هم مترقبون ومتأهبون. طيب، لما قد يتتمخض عن هذه المشاورات الأمنية اليوم؟ يعني إذا ما راقبنا التصريحات خلال الأيام الماضية واليوم، هناك وكأنه حالة من التنافس بين سموتريش وبن غفير وحتى المعارضة الإسرائيلية، من يشجع على الحرب والاجتياح البري بشكل أكبر؟ هل باتت الائتلاف الحكومي والمعارضة أيضا جميعهم يدعمون خيار الحرب في الجبهة الشمالية، أم أن هناك أصوات شاذة؟ على المستوى السياسي الآن خلال الأيام الأخيرة رأينا أن النبض الإسرائيلي واحد أو المستوى السياسي واحد، إن كان من المعارضة وإن كان من الائتلاف حتى النبض الشعبي، يعني رأينا الاستطلاعات الأخيرة التي تقول أن 60% من الإسرائيليين يؤيدون دخولا حتى بريا للبنان، أيضا ضربة استباقية لحزب الله، وهذا حتى لو أدى ذلك إلى حرب شاملة. هذا بالنسبة للنبض الشعبي. أيضا على المستوى السياسي، يعني رأينا جانتس قال بأنه إذا كان ولا بد أن ندخل بريا لابد أن ندخل بريا، وهذا ما يجب أن يحدث. أيضا لبيد دعا إلى تكثيف الهجمات بغية إعادة سكان الشمال، يعني هذه التصريحات كانت لا تختلف عن الائتلاف الحكومي، حتى سموتريتش بن غفير وكل الائتلاف الحكومي، حتى التيارات الدينية الحريدية التي دعت إلى تكثيف أيضا هذه الضربات، أي أنه الآن المستوى السياسي المعارضة أيضا الائتلاف أيضا المنظومة الأمنية منظومة الجيش أيضا هي تدعو إلى تكثيف هذه الضربات وتوسيعها، وهناك من يلمح ويلوح حتى بالدخول البري، ورأينا ذلك بالتصريحات على المستوى حتى العسكري والمعنيين بهذا الأمر، مثلا قائد المنطقة الشمالية الذي قال بأنه لابد من
من دخول عسكري ونحن نستعد لهذا الأمر. أيضا التحركات على الأرض كانت أيضا تعزز هذه التصريحات وهي أيضا تنعكس على الأرض بما يتعلق بالإشارات من استدعاء لواءين احتياط، أيضا بما يتعلق باللواء السابع الذي دخل أو أول ما دخل إلى غزة الآن يتم نقله إلى الجبهة الشمالية. المحاكاة البرية لمناورة برية ممكنة للجيش الإسرائيلي في لبنان، أيضا التصريحات من قائد المنطقة الشمالية بأن مهمة إسرائيل الأولى الآن قطع الإمدادات عن حزب الله وبالتالي هناك دخول آمن للجيش الإسرائيلي إلى لبنان. لذلك نحن نتحدث عن أن التصريحات وأيضا التحركات على الأرض من المنظومة الأمنية وأيضا الجيش من المستوى السياسي الائتلاف والمعارضة هي سيان، يعني نحن نتحدث عن نبض واحد اليوم يدعو إلى تكثيف الهجمات. حتى على المستوى الشعبي هناك تأييد لهذا الأمر وهناك بيئة حاضنة لهذا الأمر، لذلك لا اختلاف في التصريحات اليوم حتى لو كان الاختلاف السياسي قائم. شكرا جزيلا لك من تل أبيب أريج حكروش مراسلة الغد.